هناك من يقول بأن سبب هذا الخلاف يعود إلى موضوع الصفقات. هناك حديث عن فساد وحرى في البر والبحر. هناك من يتحدث عن صفقات خارج القانون. هناك من يقول بأن ثروة تكون تقارب ربع ميزانية مثلا، أنكم حصلتم على أموال غير قانوني، من أين لكم كل هذه الأموال؟ ونحن نعرف بأنكم لم تمارسوا التجارة من قبل، لثبت صحة ما يقال، كنتم ضابط وبعدها أصبحتم رئيس. فيما يتعلق بالحزب، كنتم مرجعية الحزب، كنتم رئيس الحزب وتحملون البطاقة رقم 1، لماذا حلال عليكم حرام على محمد الغزوان؟ شكرا.